اللي واخد عقلك. بحب يا خميس، بحب. يا سيدي هانت، اديك النهارده هتخطب وبعده هتكتب وبعدين تخلف وبعد بعده تتجوز وبعدين هتشحت وترجع تقول يا ريت اللي جرى مكان. يستحيل يا خميس، يستحيل. يا سلام عليا وانا متجوز ومخلف عيل صغير واقعد العبه ويضربني بالقلم على قفايا ويقول بابا بابا، وبعدين نروح الدابي بصوابع الاثنين في عينيا مخزقهم لي، وطبعا هبقى ضرير وهيرفضوني من المدرسه، وابن حبيبه هو اللي هيسحبني وراه على القهاوي نشحت سوا، وبعدين هياخدونا تسول ونبقى في الحجز. يا سلام يا سلام على امه لما تيجي تضمننا، يا سلام. ربنا يوفقك. بس المهم امها، امها خميس، لا انا بنزل لها من زور ولا هي بتنزل لي من زور. وانت مالك ومال امها؟ المهم ابوها المعلم عاشور راجل جدع. هو جدع في الحته بس، انما في البيت ما يقدرش يكح لما ياخد اذن منها. واذا ما اذنتلوش يفضل حابس الكحه لحد ما يروح القهوه ويطلب كرسي ويقعد يكح عليه. بس عليه كحه. ما شاء الله ما شاء الله يا اساتذه. ايه ده؟ ايه عاملينها قهوه؟ تحب اوصيكم بنفسي على قهوه وكمان شيشه؟ لا انا اخد حلبة حصى ودومنا. تاخد ايه؟ انا عايز شيح بابوني. كنت اتخفت اهو. ايه؟ الحصة ابتدت بقى لها 5 دقايق. اتفضل يا استاذ حسين اتفضل. لا والله يا استاذ خميس ما صحش ده كلامك. انت الاول. يا اخي برضه مش معقول. انا مدرس عربي على قدي، انما انت استاذ تاريخ. انا ياما نابليون حكالي عنك. يا سلام، انت هتقولي على نيبو؟ ما كان معايا في المدرسة وترفدنا سوا، هو اتكل على الله وراح فرنسا وانا اشتغلت هنا. حظوظ يا خميس. انت هو بره مدرسي الخردة. طب خد الزمار. بره. طب خد الزمار ده. بره يا فندم. هو الزمار يا خميس. بره. اكيد الوزارة مستقصداني، والا ما كانتش بعتت لي البلاوي دي. يا منى، منى نرى يا بنتي، مالا كملي بقيت لمسك العريس زمانه جاي. ما انا لابسه يا بابا اخر موضه. لا حول ولا قوه الا بالله، دي موضه تكسب دي. اشمعنى احنا بقى يا سي بابا ما بنعيدش على الموضه بتاعتكم؟ وهي يعني عاجبه امك؟ ما هي مصممه انها تشقلب كياني وتلبسني بالانجليزي. ربنا يستر وما تشقلبش كياني انا اخرى. ازاي؟ خايفه ما توافقش على العريس. في الحاجات اللي زي كده الشورى شورتي، انا هنا الراجل والكلمه كلمتي، انا ما عنديش حريم لا اصرف ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايوه يا ست الكل جاي مش حاجه. يا بابا. بس باخدها على قد عقلها. سترك يا رب وعلى من فضلك. انا فوت في السرفيس افندم. ايه ده؟ انت هتفضل دايلني في البيت بالشكل ده؟ قلت لك بتجيب لي العسل. لا لا، ما انا هلبس حالا اروح البس. لو ليني الجلابيه يا نبويه. ايه ده؟ جلابيه؟ انت يا راجل انت ناوي تموتني ناقص عمر؟ ان شاء الله. ايه؟ لا قصدي ان شاء الله اللي يحبوك. يعني انا جيت اصل جيت اقول اللي يحبوكي وما قلت اللي يحبوكي، وانا قصدي اقول اللي يحبوكي. بذمتك انت راجل انت؟ امال شيلش جزر. ما انت اللي لخبطتيني كمان. وعلى العموم ما تدققيش معايا كده، دي الاقوال بالنيات. معلش الصبر. طيب اتفضل اجري يلا البس السموكن بتاعك. ايه رجعت ليه؟ بس بقول بلاش السموسك ده، اصل يعني مش معقول ابدا الراجل يعرفني من زمان وابن حتتي وعارف ان انا ابن بلد ومجدع. مجدع لازم غلط في العنوان. الدنيا بتدور والناس بتتقدم يا بني ادم، مفهوم؟ مفهوم. لما هو مفهوم واقف لي ليه دلوقتي؟ حاضر حاضر هروح البس هروح البس. اتفضل. يا دي النيله رجعت ليه يا راجل انت؟ اصلي بس في السموكس ده لما بلبسه ببقى زي حانوت الخواجات بالظبط. تعالى هنا يا راجل انت. انت عارف انت مش عايز تلبس السموكس ولاد الزواج بيحطوا اكله دول. اهو ده اللي كان ناقص، الرجاله تمشي كلامهم على الحريم، والله عاد. ملعونه ابو السموك، الصبر اللي شار عليا بيه ده، ايه ده؟ مش معقول كده يا على فكره، تقدر تقولي ازاي وافقت ان
جدع ده يجي هنا من غير ما تاخد رايك؟ اصل الراجل يا ظريفه يا حبيبتي. اوه قلت لك 100 مره بلاش ظريفه، ده اسم بايخ. معلش قول يا زوزو. حقك عليا، اصل الراجل يا زوزو يا حبيبتي ضرب التليفون وكلمني وقال لي انا جاي ازوركم في البيت الساعه 8. كنت اقول له استنى لما اخد راي الست هانم اللي موجوده في البيت. وانا ما قلتلكيش؟ لا مش انا كنت اقول له كده، السكه اتقطعت والحراره هربت. بقى الحراره هربت والنبي، وبقيت دايخ عليها بسلقط في ملقط ما لقيتهاش، بقيت واقف لايس كده في الحته وكل راجل فايت اقول له والنبي ما شفتش حراره يا عم، والنبي ما شفتش حراره يا عم. ايوه كل بقى الحراره كل. ليه بس كده؟ ليه الظلم ده؟ معلش الصبر طيب، اتفضل كمل لبس هدومك وما تنساش البرنيطه. ولا اقول لك بلاش البرنيطه عشان البنت الخايبه نسيت وجابت فيها الترش. بقول لك ايه؟ البس الصبطه بيا. لسانك حط لها ونجار على المطبخ. نعم قدام خدمه. هو في الحقيقه انا كنت جاي طالب ايد الانسه منى، وانا كل امل ان المعلم عاشور هيوافق. نعم عاشور اسمه شوشو يا بلدي. شوشو لما اخذه معلم شوشو مش كان واجب برضه تقول لنا علشان اقل ما فيها نيجي نهني ونقدم الواجب ده؟ كلام احنا بتيجي الساعة لما تبقى شوشو تبنى حلال وتستاهل تبقى شوشو بصراحة. اتفضل يا استاذ خش في الموضوع. انا يا شوشو بيه جاي اطلب ايد بنت سيادتك اللي هنسها منى. هو كلمنا انا هنا. شوشو بيه ملوش دعوة بالحكاية دي. ملوش دعوة ازاي؟ هو مش ده راجل البيت برضه ولا ده راجل كفتة يعني عايز افهم؟ مش الرجال قوامون على النساء ولا دي برضه غيرتوه؟ تقدر تقولي اولا انت تبقى مين وابني مين؟ الله هو حضرتك نسيتي ولا ايه؟ انا تحسين ابن ام تحسين اللي امي متربيه معاكي في الحاره، كنتوا بتجروا سوا ورا عربيه الرش. حتى كمان بالاماره كنتوا بتيجوا تنشروا الغسيل بتاعكوا في السطوع عندنا عشان سلم سطوحكوا كان واقع. شايف بيتكلم ازاي؟ عايز يفرسني فوله واتقسمت نصين هو وامه. الله يرحمها كانت جيتها حلوه. الله يخليك يا معلم، حتى مره زمان كان السروال بتاعك يا معلم كان مشهور عندنا وبعدين طار في الهوا. امي كانت زعلانه بشكل قعدت طول النهار تقول يا مصيبتي يا ندمتي هنعمل ايه يا واد يا تحسين. الداهيه لا تكون الست ظريفه افتكرت اللي احنا ادينا السروال لابوك. وانا اقول لها ده كلام يا اما؟ مش معقول، فين المعلم عاشور؟ من ابويا حكم. انتوا عارفين ابويا كان سفروت كده ومسلوع زي زعزوعه القصر. الله يرحمك يا ابا. اسمع يا استاذ احنا ما عندناش بنات للجواز. بقى ده اسمه كلام يا معلم شوشو؟ انت مش مديني كلمه؟ كلمه؟ كلمتين شوشو؟ انت بتتفق من ورايا في مواضيع سياسيه؟ هو الجواز كمان غيرتوه بقى سياسه على بختي؟ زوزو خف شويه مش كده. انكتم انت ليتك مش فايته النهارده. ابرنوي لما نبقى لوحدنا ابيك بوه افهمي كل حاجه. افهمني كل حاجه. ان ما فرجتك طول بالك عليا. انت بتستني كده. انا اللي حي. طلع النبي. مفيش داعي. اللهم صل على كامل النور. مفيش داعي خلاص. واذا كان على العيال دخلوهم داخلي بدل الشحططه في المحاكم والحاجات دي. مع السلامه يا استاذ. طب مش نقرا الفاتحه الاول؟ مع السلامه يا استاذ. المهر والشبكه طلباتكم ايه؟ الشبكه انا بقول لك مع السلامه يا استاذ. طب الدخله والفرح؟ انا رايي انهم يكونوا الشهر الجاي ورا بعض الاثنين عشان انا جاي لي علاوه 12 قرش ونص. قلت ايه؟ قلت ان حضرتك لو ما خرجتش من هنا دلوقتي هخرجك مرابعه. ايه مرابعه دي بقى استاذ؟ انا اول مره حد يقول لي مرابعه. انا مره واحد قال لي متلته دغدغته خالص. روق دمك بس. روق دمك. اسمع كلام ايه؟ انت دلوقتي تمشي وتقابلني في المحل ولا في القهوه هنتفق. بتقول ايه؟ بقول له مع السلامه. تبقى ازاي مع السلامه؟ مع السلامه يا استاذ. طب اطنشنا يا معلم شوشو. منى الله يخرب بيوبكم. ايه يا ماما اللي عملتيه ده؟ كيت منتي خالص. انا اعرف مصلحتك ومصلحه ابوكي. ولا مؤاخذه انا ابوها واعرف مصلحتها ومصلحه امها. انكتم انت. فينش سبيك. اوكي رينتر. يا ماما يا ماما بصراحه انا وتحسين بنحب بعض واحنا صغيرين. ده كده انا الحق عليا اللي دلحتك ودلحت ابوكي. انما يكون في علمك من النهارده مفيش خروج من البيت. وانت تعالى كده يكون في علمك ان بنتي لازم تتجوز واحد من عيله ابن ناس مش تحسين ابن متحسين. تعالى كده لما اعدي. اتفضلي.
بابا؟ بصراحة ربنا لا. طب ما اتكلمها. ولا قادر اتكلم وما اتكلمتش. ما انت سامعاها وهي بتقول فمشي يا استاذ. لازم تعرف ان دي مدرسة مش سلخانة. هنا المدرس لما يقول الدرس التلميذ يتعلم، ولما المدرس ما يقولش الدرس التلميذ يبقى حمار. وعشان حضرتك ما بتقولش الدرس كل تلاميذ المدرسة في مادة التاريخ حمير بفضل مجهودك المنيل. يا فندم انا متشكر قوي، بفضل ارشاداتك العظيمة وتوجيهاتك. يا فندم انت بتخرف تقول ايه؟ يا فندم انا اصلي بمر بظروف اجتماعية عصيبة. مادام بتقبض يبقى لازم تقول، والا اقعد في بيتكم وريحنا. سيادة البنظر عنده حق يا تحسين. خلاص يا فندم قعدك من النهاردة صوته هو بيشرح هيهز ويجلجل أركان المدرسة. التلاميذ اللي على بعد 10 كيلو هينجحوا سماع يا فندم. يا فندي أنا يهمني تلاميذ المدرسة اللي هترفد من الوزارة بسببهم، مش اللي على بعد 10 كيلو. اطمن يا فندم، إن شاء الله في آخر السنة هتكون النتيجة 5-0 لصالح الأهلي. أنت يا جدع أنت مسحوب من لسانك وبتتكلم ليه؟ ما أنا هو واحد يا فندم، مش كده يا أستاذ تحسين؟ أنا أؤيد أقوال الشاهد وأطالب ببراءة المتهم. ما شاء الله، حصوه في عين اللي ما يصلي على النبي. الله يكرمك. خلاص يا فندم. يلا يا أستاذ حسين، يلا. يلا اتفضل وشوف شغلك. لا والله ما صحش، أنت الأول. أعوذ بالله يا راجل. ده أنا مدرس عربي لا هنا ولا هناك. إنما أنت أستاذ تاريخ، ليك منشنة ومرنة. خلاص يا استاذ تحسين، يلا اعتذر لحضرة الناظر وخليك ولد كويس. يلا 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 يا تحسين، بوس ايده يا تحسين وقول له انا اسف. الله يمسك الساعة يعني. انا يلا انا اسف. يلا بوس ايده. مبروك يا فندم. انا ما عملتش حاجة. عرش يا فندم انت وهو على حصتك. مدرسين خلدة. وحياة النبي دول هيجيبوا لي ضغط. انا تعبان يا خميس، تعبان. بعدين معاك بقى، المرة دي عدت. المرة الجاية ما نعرفش هيحصل ايه، ده راجل عصبي، يروح فقعك تقرير للوزارة يجيب أجلك، اتفضل. عقلي مش معايا يا خميس، كل ما اجي اشرح تاريخ ألاقيني بقول تواشيح. طب برضه ما قابلتهاش؟ أسبوع بحاله، من يوم ما كنت عندهم في البيت ما أعرفش عنها أي حاجة. حتى التليفون، كل ما أطلب النمرة ترد عليا اللي ما تسماش، أروح أقفل السكة. ما كلمتش المعلم عاشور أبوها؟ كلمته قال لي التنضيع عليا يا سي تحسين. وخايف ليكون بيعممني لحد الولية ما اتجوزها من وراي. طب اسمع، تعمل ايه في اللي خليك تقابلها تاني؟ في عرضك بعد الحصة السادسة تاخدني تفقعني غدوة على مزاجك، وتهبشني ازازتين بايرة، وتفلسعني سيجارتين. افلسعك؟ ولما اصحى من النوم تنيمني تاني. صح؟ طيب طيب يلا يلا. الو الو اختي، الو بترد يا جبان؟ اتكلم يا باجن، انطق يا مغفل. اهو انت ايه ما بتردش ليه؟ تليفونهم هيفضل مشغول للابد. علقته. طب والنبي لكون جايبك كلب هول يطلعك من وسط 100 سماعه. هيه بس. ساعتك كام دلوقتي؟ انا ما بعرفش فيها، شوفها انت وحياتك. دي الساعة 5. اه 7 بالدقيقة هتكون مع منى. بجد يا خميس؟ بجد يا تحسين. صحيح انت استاذ تاريخ ليك مشنة ورنة، انما انا استاذ عربي داهية، وانا داهية من دواهي العربي. انا عارف. قوم بينا فورا دلوقتي. قوم بينا. ولا تخلص الشاي؟ هاي الشاي ده، بس الجاز كان كتير شوية. جاز ايه ده؟ انا عامله بالصابون يا راجل، يجنن. طيب جاي اهو يا باشا. اهدى، خف ايدك شوية. صباح الفل. اهلا. نعم. ايه اهو اهو، قول بقى. نهار كشتة استهانة. اهلا وسهلا. نعم. المصلحة جالها اختار ان تليفونكو عطلان. مين اللي قال؟ هو صحيح ما فيهوش حرارة بقاله ساعتين، لكن ما حدش يشتاك. يا مدام الشكاوي دلوقتي الكتروني. يعني ايه؟ تليفونكو يقول اه، احنا نقول ايوه اه، وندب على طول. ما تسيبيهم يشتغلوا من سكات، ولازم تحقيق. اتفضلوا. التليفون فين؟ هو متلقح عندك. تعالى. كل يوم والتاني خسرانجك ونصيبة. وقفتوا حالنا الله يخرب بيوكم. احنا اتهزقنا بقى. ان شاء الله سليمة يا مدام. شكرا. الله ده الحرارة. انا هتصلح. ها؟ طمني يا استهاني، كل حاجة هتمشي طبيعي ان شاء الله. اصل الانفلونزا
مالية البلد اليومين دول. ومالك بتقرب مني كده ليه بعد الشر؟ بقولك ايه؟ مش باين. خش اعمل نفسك بتدور على الفيش والتوصيلات ودعبس عليه. انا خايف اعمل. لا ما تخافش خليك راجل. يا اسطى محمود. اسطى محمود. اسطى محمود مين؟ انا اسطى محمود. ايوه. اسطى محمود. ايوه. خش دور على الفيش والتوصيلات وقول لي عشان ندب بقى. اتفلشت الالواز؟ يا ريت بس سخنه. سيبت ربك تتصننتي على ايه؟ تتصننتي على ايه؟ فين المخبط؟ اختي امر ايه؟ دستور وسلك التليفون فين؟ هو التليفون مات. تعبان فعلا ما فيهوش حرارة خالص. بقاله جمعة ما بينامش. ايه؟ بقاله جمعة ما بينامش. مليان كلام حب وعواطف. محشر غرام واشواق. ايه؟ تحسين منى مش قادر اصبر اكتر من كده. من هلله امك اللي حرمتنا من بعض المده دي كلها. دخلت هنا ازاي؟ البركه في التليفون. ما تبقاش مجنون. مجنون مين؟ انا تعبان يا منى. الميه سخنت. بتغلي يا اسطى. اسطى انت بتكلمي عبد الحميد ترانك فاهمة يعني ايه؟ مؤاخذة يا صبي. شيل الغطا، شيل الغطا. حط الايه؟ النصران الأول. أيوة. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ اسكتي يا وليه. مش فاهمك أنت في التليفونات. هاتي هاتي الكركوعة اللي وقعت دي. التليفون الحرارة ضايعة. لما الحرارة تضيع تسخن المية، تحط التليفون في المية تجيله الحرارة. لا يا سيدي. أيوة كده، فاهمة؟ يا ريت شويه كزبره وكمون عشان الصوت يطلع رايق. والله تلاقي الالو ادو. ها كان على الله. فين الكبش؟ ها الدعي حته بصلايه هيطلع ريحه تخبل. ريحه إيه؟ تخبل. وايه بيعملوا ده؟ عليا نعمل هريك وانا هنا. نعم انا مدرس تاريخ لكن ما ننساش برضو ان حضرتك ضريع في اللغه العربيه. انت افهمتني. الله يخليك. اتكل. اتفضل حضرتك. لا انت لا هتدخل. اتفضل حضرتك. طب اتفضل ادخل. صباح الخير يا الناظر. مش ممكن يبقى في خير ما دام انتوا الاثنين في المدرسه دي. ارجوك يا حضره الناظر حاسب واحتسب وتحسب في الالفاظ لاننا موظفين حكوميين وعلى درجه مش بطاله. ولما انتم عارفين نفسكم انكم موظفين حكومه وعلى درجات ازاي تسمحوا لنفسكم بالمسخره وقيله الحياه دي؟ مسخره يا فندم بس لا سمح الله. وكمان بتقاوح؟ اه ملقاش. الهانم حكت لي على كل حاجه. استاذ خميس افندم. اهي شوف يا بيه اصل انا بحبها والحب مش بايدي. الحب في القلب زي الرز في الكوسه يا فندم. ايه اللي دخل القرع في المدرسه؟ انت مش عارف انها متجوزه؟ متجوزه ده ايه؟ اتجوزتيها من ورايا يا وليه؟ حط البرنيطه لحسن ودين النبي اعمل لك صينيه كنافه في نافوخك. قليل الادب. الهانم تبقى حرم شوشو بيه. ان شاء الله اكون حرم تشيرش البيه. بحبها بحبها يا عالم بحبها. تحب واحده متجوزه من 20 سنه؟ دي تبقى جريمة يا فندم. حضرتك بتتكلم عن مين؟ عن مدام شوشو طبعا. يا بيه انا قصدي على بنتها الانسه منى. هو معقول يا حرم ناظر تحسين يحب مدام شوشو؟ الواحد برضو يا فندم عنده نظر والبلد لسه بخير. ولا قالوا لك اللي احنا سكه بقى ولا ايه؟ ها؟ انا مش هقدر اقعد اكتر من كده. والشكوى دي تبعتها الوزاره والا. من غير والا يا فندم. انا هوديها بنفسي.
ومش هتنقل من الوزارة إلا يبعتوا صورة منها العشماوي شخصيا. شكرا. مع ألف حفرقك الكلب. تحياتي لشوشو بيه. شكوى؟ شكوى ايه؟ شكوى المدام بعتها فيكم انتم الاثنين. يا بيه شكوى لغير الله مزلة، وانا بحبها. بحبها وعد الله بحبها. بس انا ما بحبهاش، هو اللي بيحبها يا بيه. يبقى انا ذنبي ايه؟ تنكر انك ما تنكرتش في زي عامل تليفون؟ انا ما انكرش. يا بيه اسمع مني انا بس. اصل انا بحبها. تنكر انك ما دخلتش بيوت الناس بطريقة غير مشروعة؟ انا ما انكرش. خليك معانا يا بيه. اصل انا بحبها. تنكر انك ما اشتركتش انت وزميلك في الفسق والفجور؟ انا ما انكرش. ما تسمعونا بقى، اللي تنكر وما تنكرش. بقولك بحبها 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 بحبها. شت يا جدع يا جدع، اسكت شوية وبطل بحبها بحبها. اما نشوف المصيبة اللي احنا فيها دي. بحبها خميس. هتترفض ومش هتلحق تتنيل. يا خميس يا اخويا. شت سيد الناظر، إنما حدث حدث بيننا بنية بيضاء ناصعة لا غبارة عليها. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي يا حلاوة. الله أكبر الله أكبر. يحيى اتحاد الطلبة. زميلي هذا قلبه يحترق. أنا بكلم جد. ما أنا عارف، ما تبقى تيجي. طيب أنا كنت بقول إيه؟ غبار. لا غبارة عليها، وأنا رجل عاطفي لا أطيق فراق المحبين. فيا حبزاء ازرم بقى لو ان انكتم. ما تقلبش دماغي، يبقى قول الكلام ده لوكيل الوزاره والوزير بعد ما بعتوا الشكوى دي. يا نهار اسود، ده كاتبه لك اسم خد. يا حضره الناظر، الله يعمر بيتك ما تبعتهاش. بلاش تدمر مستقبلي وتطفي انوار الحياه وتيتم عيالي الثمانيه وامهم. عيالك الثمانيه؟ انت متجوز يا استاذ خميس؟ لا، انما عندي نيه خلف ثمانيه. وحياتك يا خميس تبقى تدي حضره الناظر اتنين منهم واحد بني. ابن حلال يستاهل. تحبوا سيادتك ذكر ولا انتايا؟ ولما انتوا خوافين بالشكل ده، حركات الجنان دي لازمتها ايه؟ توبه حضره الناظر، بس ما تبعتش الشكوى. طب يلا اتفضلوا، حصلوا مدام شوشو بيه واعتذروا لها وخليها تسامحكم، والا من غير والا هنعتذر لها وهنديها ونكتب لها تعهد كتابي بعدم التعرض لها اطلاقا. تفضل تفضل. روح يا شيخ روح ان شاء الله. السلام عليكم. جريت من ايه؟ مش عارف. وجيت هنا ايه؟ الرحمه يا ست ظريف. انتوا الاثنين تستحقوا الاعدام. اعملي معروف. خميس افندي ملوش دعوه، انا المسؤول. اشتكيني انا، ارفديني انا. ام بوسيبي. واي ام بوسيبي؟ بيكوز انتوا الاثنين عجينه واحده. لا ست هانم، انا بتاع عربي، هو بتاع هيستوري. اللي هيجي لك هستيريا في نفوخك منك له. اذا كنت شايله حاجه من المرحومه من ايام زمان، فاللي فات مات واحنا ولاد دلوقتي. والمسامح كريم. ايه قلت ايه؟ ايه يا ست ظريف؟ ها؟ الولية راحت فين؟ مش عارف. يا ست ظريفه. ست ظريفه ست ظريفه. الولية اتكلت على الله. البقيه في حياتك. حياتك الباقيه. ألف مبروك. الله يبارك فيك. حد يلحقنا بالإنقاذ والمطاف يا رجالة. ما تتعبوش نفسيكم، الخيرة فيما اختاره الله. إيه يلا. تفتكر على الله كمان. يا أخويا أنت راجل. أنقذت حياتي. يلا يا سيدي. أنقذت حياتي يا تحسين. صدق الله العظيم. شد حيلك يا معلم. شد بالله يا ابني. قضى اخاك من قضى. الحمد لله. يلا خدت الشر وراحت. محدش يجي لك في حاجه وحشه. ده انا اللي باخد لحظه. لا مؤاخذه. شد حيلك. شد بالله يا ابني. اللي فاضل في حياتك بقى. الحمد لله. مع السلامه. اجيب لك قهوه بسكر يا معلم. قهوتي يا ريتني قهوه. الله يخرب بيت مخك. هاتي حاجه ساقعه وحاجه رشيشه وحصلني على حالك. عينيا. يلا. بدل قال وسموكس وفي اجدع من البلدي. بناخدكوا زي ما خدت. مش عارف زي فين. وسموكس وسموكس. ما تاخذنيش يا ست هاني، كل وقت وله اداه.
ولا يا معلم. اهي بقى سالكه وزي الفل. خف يا معلم، الجماعه لسه ما ربعنوش. وانت مال ايه؟ النمله تاخد بالك يا معلم. بقول ايه؟ ولا زي. ايوه يا معلم شوشو. عاشور لخرم عينك. شوشو ده كان زمان. عينيا يا معلم. تروح للست زوبه وتقول لها المعلم شوشو، قصدي المعلم عاشور. عاشور. غرضه يجي يشرب فنجان قهوه ويتكلم معاك كلمتين. وهو انت برضو عاوز استئذان برضو يا معلم؟ ده حب قديم ومن فات قديم وتاه، ولا ايه؟ معاك حق، بس برضو الادب مطلوب. والنبي يا معلم، كان نفسي ببدله سموك من بتوعك اتمنظر بيها على الجو بتاعي. جتك نيله فيهم وفي اللي عايز يحطهم على جتته تاني. هم متلقحين عندك في البيت. يبقى هات لك تروشكل وتعالى خدهم كلهم. ربنا يخليك يا معلم. يا حنين يا حنين يا شيخ حنين.